أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه سار المفعول دائما عن موجة الحر التي تجتاح مناطقنا الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات. أما خلال يوم الغد ستعرف بعض التراجع تقريبا على طول الشريط الساحلي وتبقى مرتفعة على الهضاب والمرتفعات مع نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة على الواجهة الساحلية الوسطى والشرقية، لتصبح الأجواء صحوة لكن على المرتفعات والهضاب سحب ركامية لتتحول إلى رعدية على منطقة أوراس، كذلك أقصى الجنوب مرتفعات الوقار والتاسلي احتمال لبعض الأمطار المتفرقة خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد إن شاء الله. درجات الحر الدنيا تتراوح ما بين 23 إلى 29 درجة، تصل 32 درجة على أقصى الجنوب، 33 درجة على منطقة الواحة. أما خلال الظهيرة إن شاء الله، خلال ظهيرة الغد بعد الزوال تبقى دائما درجات الحرارة مرتفعة خاصة على الهضاب والمرتفعات، لتقارب 45 درجة على غليزان، شلف، معسكر، سيدي بلعباس، كذلك عين الدفلة، 38 درجة على العاصمة، ترتفع أكثر لتقارب 47 درجة على الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ إلى قليل اضطراب تقريبا على طول شريط الساحل خاصة السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح ضعيفة بينما رياح معتدلة غربا، مع درجة حرارة مياه البحر تقارب 27 درجة مئوية. يعني الأيام القليلة القادمة خلال يومي الجمعة وكذلك يوم السبت إن شاء الله ننتظر أجواء صحوة على السواحل لكن على المرتفعات والهضاب، سماع بعض الرعود المنازلة أواخر النهار، سحب ركامية على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتاسلي، درجات الحرارة تبقى فصلية مرتفعة خاصة على الصحراء الوسطى. أما بداية الأسبوع القادم إن شاء الله درجات الحرارة ستعاود في الارتفاع على السواحل وكذلك المرتفعات لتتراوح ما بين 34 لغاية 46 درجة، أحيانا تصل 48 درجة على الصحراء الوسطى مع أجواء رعدية على المرتفعات والهضاب. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:04. أشكركم على المتابعة، أقول عام سعيد هجري والسلام عليكم.